طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شرحنا في المحاضرة اللي فاتت، في كان عندنا عدد كبير من أنواع الشعارات اللي احنا ممكن نتعامل معها. الآن احنا بنروح لبرنامج الإليستريتور. زي ما حكينا، ناخذ مراجعة سريعة للبرنامج، للأدوات اللي كتير بنستخدمها في تنفيذ الشعارات خصوصا، وطبعا باقي الأدوات لها استخدامات تانية فحنستخدمها إن شاء الله أثناء تنفيذ الهوية البصرية. برنامج الإليستريتور زي ما بنعرف احنا بنتوجه عليه مباشرة، بنعمل الهوية البصرية للشركة بتبدأ من الشعار لعدة أسباب. السبب الأول إنه هو أساساً برنامج مخصص للرسم، يعني حلاقي الأدوات اللي فيه أسهل من الفوتوشوب لعملية الرسم. الفوتوشوب بيقدر يشتغل شعارات، في ناس محترفين على البرنامج فبالتالي ممكن يعملوا أي شيء على برنامج فوتوشوب، لكن اللي يتعلم الإليستريتور حلاقي إنه أدوات الإليستريتور أسهل في عملية الرسم. طبعاً الشغلة الثانية إنه أنا بشتغل الإليستريتور ليش؟ يعطيني فيكتور، صح؟ بالتالي 100%. اليوم أنا مثلاً عملت الشعار، رحت حطيته في بزنس كارد، بعد فترة اضطريت اطبع هذا الشعار على بيلبورد كبيرة، لوحة كبيرة، ببساطة حكبر الشعار واستخدمه. لكن لو انا عامل الشعار على الفوتوشوب بتضطر اذا بكسل اعيد رسمه، اروح على الفوتوشوب واعيد رسمه بحجم اكبر، تمام؟ اما الإليستريتور لحاله حيعيد الرسم او لحاله حيكبر الشعار. فعشان ما نشتغلش الشغلة اكثر من مرة، كل ما بدنا ننفذ اعلان معين او حمله اعلانيه معينه، لا انا بروح بستخدمه بعمله على الإليستريتور وبحفظه بحيث انه باي حجم بعدك بقدر اصدره او استخدمه. برضو برنامج الإليستريتور احنا حنروح نعمل مباشره كرييتنج نيو زي اي برنامج ثاني. بس في هنا في النيو عندنا بعض الاعدادات، هذه الاعدادات مش حمر عليها كثير اليوم، بس هحكي عن موضوع الدايمنشنز او الابعاد، موضوع البليد والادفانسد اوبشنز اللي هو الكلر مودز والشغلات هذه كلها ان شاء الله ضروري نشرحها في المحاضرات الجاي لما نبدا في اول نوع من انواع المطبعات اللي هو البزنس كارد. اليوم بس حيلزمني انه نعمل ارت بورد وخلص. طيب قديش الارت بورد اللي بتعملها للشعار او لللوجو؟ قديش تكون ابعادها؟ واحد. ايش واحد في واحد؟ واحد ايش؟ للوجو. للشعار. الآن بالنسبة للشعار فيش أبعاد محددة نشتغل عليها، تمام؟ ليش؟ لأنه زي ما قلنا قبل شوية بكبر بصغر مش حيفرق. ممكن أنت تحط لحالك شغلة أنه قول والله بدي أعمل دائما أرت بورد 10 في 10 20 في 20 15 في 15 على A4، ما فيش مشكلة. إحنا المشكلة دائما في استخدامه بعدين، وين أنا بدي أستخدم هذا الشعار، واضح؟ بالتالي لما بدي أستخدمه بالبورد هعمل بالبورد بالأبعاد اللي بدي إياها وأحط عليها الشعار. أنا عادة بعمل 15 في 15 يعني 150 ملي في 150 ملي. هنا بالنسبة لنا القياسات بالملي، وأنا دائما أنا بفضل هذا، برجع لكم برضه، بفضل أنا القياس يكون بالملي في المطبوعات الصغيرة، يعني بنشتغل شعار، بنشتغل بزنس كارد، بنشتغل فلاير، بنشتغل بروشور، بشتغل بالملي. لكن لو بدي اشتغل بيلبوردز او مطبعات كبيره ممكن اروح على على السنتي، تمام؟ الان البكسل بدنا ننساه في الإليستريتور، البكسل انسوه في الإليستريتور. ليش؟ لانه احنا في المساق هذا بنحكي عن مطبوعات، المطبوعات قياساتها متريه، انش، مليمتر، سنتيمتر، هذه قياسات متريه. اللي فعليا انا مثلا عملت مربع 10 سنتي في 10 سنتي على البرنامج بده يطلع على الطباعه 10 سنتي في 10 سنتي نفس القياس. لكن لو قلت لكم عملوه بالبكسل عشان يطلع لي اياه 10 سنتي في 10 سنتي بدنا ندخل في عمليه حسابيه كبيره عشان نشوف ال 10 سنتي كم بكسل بدهم يطلعوا، وممكن يتغيروا معنا حسب حجم المطبوعه اللي بدنا نطبعها. فاحنا دائما نتقيد او في المطبوعات بنشتغل بالقياسات المتريه، عندنا بنشتغل سنتي وملي، ما حدش بيشتغل انش، تمام؟ ممكن في اماكن ثانيه دول ثانيه يطلب منك شغل بالانش فيش مشكله، لكن احنا بالنسبه لنا كل قياساتنا حتكون بالسنتي. البكسل في مثلا تعال تصمم للويب او في الإليستريتور بنفترض بدي اعمل تصميم عشان احركه على الافتر افكت، تمام؟ فبالتالي هذا التصميم حينعرض على شاشه، بعد ما يتحرك حينعرض على شاشه، الشاشه بدها بكسل ولا بدها سنتي؟ بدها بكسل، فباخذ قياسات بالبكسل. اي شيء بيرجع للشاشه؟ تصميم مثلا بدي اعرضه على الموبايل شاشه، تصميم تطبيق موبايل مثلا برضه بالبكسل. اما اي شيء بدي اطبعه معناها انا لازم اخده بالابعاد اللي هو السنت. طب هل معناه انه لو عملته بكسل مش حينطبع؟ حينطبع عادي، بس بصير الموضوع انه انا مش عارف القياسات بالضبط،
مش عارف هذا المربع قديش قياسه هيصير بالبكسل، تمام؟ الا بدي ارجع لحسبه ممكن تاخذوها في مساق تحليل الصوت والصوره، حسبات كبيره كيف احنا نحول من بكسل لسنت او من سنت لسنت لبكسل، فالموضوع حيكون صعب شويه لواحد بده يشتغل يعني. فاحنا الوقت زي ما قلنا في المطبعات الصغيره انا بدي اعتمد المليمتر، كنت اعتمد بالسنت برضه فيش مشكله، بس انا حكيت معنا في الارقام لما اكتب 10 يعني 10 ملي يعني 1 سنت، تمام؟ بس حاضيف او اعمل الاعدادات هذه واعمل كرييت، قلنا باقي الاعدادات حنشرحها ان شاء الله. طيب داخل برنامج الاليستريتور راح الاحظ انه في عندي اول شغله فوق اللي هو الشريط اللي بنسميه الكنترول بانل. كنترول بانل هذا فيه ادوات بتختلف حسب ايش الاداه اللي انا ماخذها، يعني لو اخذت التايب تول هتختلف معي الكنترول بانل وادواته، تمام؟ لو اخذت السلكشن تول، دايركت سلكشن تول، لو اخذت الاداه من ادوات الرسم هيختلف معي الادوات اللي فوق. الكنترول بانل هذا لو مش موجود عندكم من ويندو كنترول، ويندو كنترول بنجيبه، تمام؟ واي بانل ثانيه او اي ويندو اي نافذه موجوده عندي على الشاشه كلها لو راحت فبجيبها انا من قائمه ويندو مباشره، تمام؟ طيب هاي جبنا اللي هي الكنترول بانل لانه حنستخدمها كثير مهمه بالنسبه لنا. الان بدنا نتفق على شغله، اي رسمه سواء كان شعار او غير شعار بدي احاول دائما افكر انه انا ارسمه بالبن تول ولا ارسمه من شكل جاهز. لا نتفق انه دائما من شكل جاهز، تمام؟ يعني لو جاهز واعدل عليه، يعني لو اجاني مثلا شكل يعني مثلا ثلاث زوايا زاويتين خط وخط وخط ممكن اروح ارسم مربع واقص جزء منه، تمام؟ ليش؟ لانه انا في الاخر بدي اخذ خطوط منتظمه، تمام؟ نقاط متعامده، فهذا الكلام ما بيجيش بالبن تول. هذه شغله. الشغله الثانيه في عندنا ادوات للتلوين حناخذها بعدين. ادوات التلوين اذا انا راسم بالبن تول، البن تول بتطلع نقاط كثير، يعني انا لما اعمل منحنى بالبن تول طلع لي كثير 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 نقاط. هذه النقاط بتغلبني بعد هيك لما بدي اجي الون او اعطي لمعات في الشكل او اعطي تدرج لوني تعطيه بتغلبني شويه. لكن لو انا راسم مثلا افترض تفاحه اروح ارسمها بالبن تول ولا ارسمها من دائره واعدل عليها؟ حلاقي انه من دائره اعدل عليها اسرع وابسط ونتيجه التلوين حتكون بالنسبه لي بعد هيك اسهل. والبن تول ممكن ما تعطينيش ميرور صح 100%. فعشان هيك احنا دائما اي شكل بفكر فيه انه برسمه او بشوف ايش اقرب شكل جاهز له وببدا ارسم منه. طيب الاشكال الجاهزه اللي موجوده عندنا بسيطه اللي هي مربع، والمربع الحواف مستديره، الشكل البيضاوي او الدائري الاليبس تول، في عندنا كمان البوليجون تول والستار تول، وعندنا اللاين سيجمنت تول، هذا عندنا الارك تول، سبايرال تول اللي هو الشكل الحلزوني، عندنا ريكتانجلر جريد هو الشبكه، تمام؟ وعندنا البولر جريد شبكه لكن بتكون دائري. حاخذ اول حاجه بالنسبه لي الريكتانجل كيف انا برسم فيه؟ الطريقه البسيطه انه اضغط على الشاشه مع السحب بالشكل هذا حيرسم لي ريكتانجل. طبعا انا الان ما حكيتش عن ابعاد، مجرد رسم حر، انه بضغط وبسحب. طبعا كمان ممكن تكونوا بتعرفوا انه انا لو رسمت مع شيفت ايش بيعطيني؟ نفس الابعاد، نفس المربع 100%. ايوه نفس الابعاد، تكون طلع العرض والارتفاع بالتالي بيعطيني مربع. طب لو ضغطت ضغطه واحده على الشاشه، ضغطه واحده على الشاشه بيعطيني اكتب اللي هو الابعاد، تمام؟ مثلا هنا بدي اياه 50 ملي في 50 ملي، يعني 5 سم في 5 سم. هاي اوكي، فهيرسم لي مربع بالضبط 50 في 50. بس ظاهر الشاشه، تمام؟ هاي المربع هذا 50 في 50. طبعا زيه باقي الادوات، مثلا الراوند ريكتانجل ممكن ارسمها هيك بشكل حر، ارسمها مع شيفت ضغطه واحده ويعطيني الابعاد. بس هنا حيضيف لي شيء اللي هو الكورنر راديوس، قديش الزاويه دوران الزاويه، قديش القطر او نص القطر تبعها. في عندنا كمان مثلا الليبس تول لو رسمتها مع شيفت هيعطيني
دائرة بدون شيفت بيعطيني اشكال بيضاوية، ولو ضغطة واحدة على الشاشة حيعطيني الويدث والهاي. ويدث وهاي لو حسبت طول وعرض نفس القيمة حيعطيني دائرة، قيمة مختلفة حيعطيني شكل بيضاوي. بيختلف شوية عنهم اللي هو مثلا البوليغان تول. بوليغان تول شكل مضلع، مضلع بشكل افتراضي ست أضلاع. كيف أنا بدي أزود عدد الأضلاع أو أقللها؟ وأنا مثلا هيني برسم بالشكل هذا، بضغط على السهم، أنا لسه ما طلعتش الماوس، بضغط على السهم من فوق يزود عدد الأضلاع، أو السهم للأسفل يقلل عدد الأضلاع. مجرد أخذ عدد الأضلاع اللي بدي إياه بترك الماوس خالص. فأثناء عملية الرسم قبل ما أسيب الماوس بتحكم بالأضلاع اللي موجودة عندي. كمان مرة هاي بنرسم وفي الآن ماسك الماوس وحزود، حزود للأعلى أو للأسفل، بزود وبقلل عدد الأضلاع اللي عندي، بأخذ الشكل اللي بدي إياه. أو طبعا إن أنا أضغط ضغطة واحدة على الشاشة وأكتب القيم كتابة، بدي مثلا 12 ضلع، هاي جاب لي 12 ضلع. آلية مشابهة في الستار تول. الستار تول بتتعامل مش مع أضلاع، مع بوينتس، مع رؤوس. تمام؟ ها برسم وأثناء الرسم بقدر أزود بالسهم أو أقلل عدد الأضلاع الموجودة عندي بالشكل هذا، أو إن أنا أضغط ضغطة واحدة أكتب الراديوس واحد اللي هو الإطار أو المحيط الكبير، والراديوس اثنين المحيط الصغير، والبوينتس اللي هم عدد الرؤوس. الآن لو الراديوس واحد واثنين قربتهم مع بعض يعني عملته 40 وخمسة وأربعين، بلاحظ إنه الشكل بيختلف معي، هو نجمة لكن الدائرة اللي جوا تقريبا صارت قريب حجمها من الدائرة اللي برا، فقرب شوية على الدائرة. فهذا بقدر أنا أخذ أشكال متعددة من نفس الأدوات الموجودة عندي. طيب الوقت كل شكل من هذه الأشكال أيا كان فيه له خصائص هنتعامل معها. الخصائص البسيطة إنه إله فل وإله ستروك، يعني إله لون تعبئة وإله لون الإطار، إطار مش ظل، إطار خارج. الفل والستروك نقدر إحنا نغير لونهم من أكثر من مكان. المكان البسيط اللي أنا أحدد الشكل باجي من هنا ضغطة على اللون هذا، هذا حيغير لي لون التعبئة، واللي تحت برضو لو ضغطت عليه حيروح يغير لي لون اللي هو الستروك. خلينا ناخذ لون فاتح مثلا، لون الستروك أو الإطار الخارجي. ما كنتش محدد بس برضو لو انا بدي الغي الفل، ما بديش يعني بدي شكل بدون فل، فبضغط عليه وباجعل الفل ضغطه وبضغط نان هنا. طبعا في زر نان صغير او اختصار السلاش، بضغط عليه بيلغي لي الفل. او الستروك بضغط على الستروك، لازم يكون قدام الشغله اللي بدي الغيها او بدي الونها، لازم تكون لقدام، يضغط عليها هيك بس عشان بكبر الشاشة الماوس بفيت شوي، هضغط عليها ضغطة واروح الغي الفيلم او اغير له الستروك عفوا. طيب كمان مكان احنا بنتعامل معه برضو فوق هنا، في امكانية من هنا اغير لون التعبئة واغير اللي هو لون الستروك من اللون اللي بدي اياه. برضو ممكن ازود الستروك، ازود قيمته. تمام من هذا المكان. برضو لو ضغطت على كلمة ستروك نفسها هنا بيعطيني خصائص كتير جدا للستروك. حنمر على هذه الخصائص برضو في الشعارات، يعني بعض الشعارات حنقدر نستخدم هذه الخصائص. بس مثلا لو رحت أنا للستروك ممكن أخليه في النص أو أخليه كله جوا أو كله برا مثلا. تمام؟ هنا بيفرق معي في المربعات هذا الكلام كتير. ليش؟ أنا لو قلت لك بدي مربع مثلا حجمه 5 سنتي، الخمسة سنتي حيحسبه من النص من خط الرسم، هذا اللي برا حيكون زيادة على الخمسة سنتي. تمام؟ هذا زيادة لأنه حيعطيني مثلا عندي أنا 20 بوينت، 10 برا 10 جوا، فأنا ممكن أجي أخليه كلهم جوا أو كلهم برا حسب إيش اللي بيخدم في الشغل. كمان شغلة مهمة هنا إن أنا ممكن أعمل خطوط مقطعة.
داشت لاينز خطوط مقطعة. وهذه الخطوط كمان ممكن أزود أنا الشرطة هذه الداش مثلا أعملها 20، والجاب الفراغ اللي بين الخط والخط الثاني برضو ممكن أتحكم فيه أزوده أو أقلله. تمام، هاي صار في عندي أنا الداش وعندي الجاب. بدي أخذ مثال هيك سريع برضو، ممكن إحنا برضو يعني في منه شعار زي شعار رويترز، وكالة رويترز إذا بتعرفوه بالشكل هذا، هاي شعار أو هاي دائرة، طبعا ما بيلزمها فل بس بدي لها ستروك. طيب في الستروك هذا شوفوا بدي أعطي بعض الخصائص، بدي أقول له قيمة الداش بيها صفر، قيمة الداش صفر. ليش؟ عشان يعطيني بس خط رفيع جدا زي هيك. تمام. طيب وبعدين حاجة على الستروك، وأقول له عمل لي حاجة اسمها الكاب، نهاية كل داش من هذول تكون راوند، حيعطيني عبارة عن دوائر قريبة من بعض. بدي أروح على الجاب وأزودها مثلا أعملها 40. الجاب اللي هي المسافة بين الدائرة والدائرة أو بين الشرطة والشرطة. كمان شغلة هنا ممكن نعملها في الستروك، في عندي حاجة اسمها بروفايل، البروفايل هذه أو موجودة في داخل الستروك تحت بروفايل. باجي مثلا أقول له بدي البروفايل هذا، إيش اللي صار؟ اللي أعطاني إياه الوقت إنه عندي دوائر كيف؟ مش هلال، هو دوائر بدأت صغيرة بالشكل هذا، دائرة هنا صفر قيمتها، أكبر 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 بتكبر الدائرة لما تأخذ أكبر قيمة لها بعدين تعود تصغر. هذا شعار؟ شعار رويتر زي هذا بس مكرر في بعض. تمام، في عندنا مثلا بالشكل هذا مثلث، مثلث. تمام، المثلث بدأ في عريض وظله يرفع لما خلص للآخر. في عندنا بروفايلات كثير، وكمان احنا ممكن نعمل اي بروفايل بدنا اياه بعد. هاي هذا مثلا يعني بعض الخصائص للستروك اللي احنا ممكن نتعامل معه. بضل عندنا شغلتين قبل ما نروح ننفذ اول شعار. هي بس ارفع الداش، طيب في عندي أداة السهم، عندي نوعين من الأسهم صح؟ يمكن أكيد تعاملت معهم. عندي السهم الأسود هذا اللي بنسميه selection tool، اللي هو بحدد الشكل كله، بلفه كله، بينقله كله من مكان لمكان. تاني direct selection tool بتعامل مع نقطة أو نقطتين، تمام؟ مجموعة نقاط جزء من الشكل بتعامل معه. كيف؟ بتعامل معها طبعا. حاخد انا دايركت سيليكشن تول، هنا ممكن امسك المربع هذا ومثلا نفترض اسحب بالشكل هذا، فهمت هيك؟ انا كنت عدلت على نقطه، هاي المربع وعدلت عليه باي تعديل بدي اياه. ممكن كمان يعطيني راوندد من الزوايا هذه، ان انا احدد النقطه واسحبها. هنا ممكن ببساطه زي ما بنعرف نطلع باشكال، هذه الاشكال ممكن تاخذ مني خطوات اكثر لو انا بدي انفذها بشكل يدوي. خليني بس اخذ هذا هيك. هذا مثلا ممكن انا اعمل، يعني لو بدي اعمله بشكل عادي بدي اروح احط دائرتين احطهم مع بعض وادمجهم او افرغهم من بعض عشان اطلع للشكل هذا. لكن ادوات بسيطه احنا قاعدين نشتغل، يعني اشكال ممكن تكون معقده او اقرب للمعقد. خلينا نبدا في اول نوع من انواع الشعارات اللي هو الشعارات النصيه. عندي شعار بسيط هنا اللي هو حرف الدي وحرف الجي متداخلين مع بعض. قلنا قبل هيك انه بحدد الاحرف اول حاجه اللي انا بدي استخدمها، الشغله الثانيه بدي احدد نوع الخط اللي انا بدي استخدمه، يعني كل نوع الخط بيخدمني ان انا اعمل شعار بهذا الشكل. ناخذ اداه التايب تول. طبعا بالمناسبه التايب تول يمكن عندكم بعضكم يلاقي انه بس عندهم اربع ادوات او ثلاث، عندكم هنا بيكون واحد من اثنين، يا اما انتم اساسا نازلين البرنامج ما بيدعم العربي. طب هو بيكتب عربي عادي،
لكن بدعمش العربي بلاقي انه كل اعدادات العربي مش موجودة، اعدادات علامات الترقيم، الفقرة اللي هو من اليمين لليسار، حتى لما تحطوا نقطة بتجيكوا اول السطر مش اخر السطر، تمام؟ هذه كثير مشاكل بتواجهوها انتوا بتشتغلوا. ايش الحل تبعها؟ حلها نحذف البرنامج وننزله من جديد، تمام؟ خليني هنا بس، مش نحذفه وننزله وخلص انحلت المشكلة يعني. خلينا نشوف بعد لما نيجي ننزل البرنامج كيف احنا بدنا ننزله، بس في خطوة بسيطة بنعملها. وين البرامج عندي؟ هاي السوفت وير مثلا، طبعا انا بدي اعملها على الالستريتور ونفسها بتنزلوها بنفس الطريقه اي برنامج فوتوشوب انديزاين اي برنامج بتنزلوه بنفس الطريقه. بعد ما تحطه او تعمل داونلود البرنامج بتعمل له سيت اب صح؟ مش هنا المشكله، انا بدي عشان اللغه، موضوع اللغه يعني. هلا بدي اشغل انا البرنامج انه يعمل سيت اب في الشاشه هذه. اول شاشه بتظهر عندي بدي اجي على اللانجويج، ايش مكتوب عندي؟ انجلش. بضغط عليه واختار هذا الخيار انجلش يدعم العربي، تمام؟ في كل البرامج، في كل البرامج لازم تختار الخيار هذا. حتلاقي انه الادوات حتزيد معك كثير، الادوات بتدعم اللغه العربيه. يمكن تقول لي طب انا كنت اشتغل بالالستريتور بدون ما اعمل الكلام هذا، بتشتغل لما يكون عندكم كلمتين ثلاثه سطر واحد، اما احنا لقيتنا نشتغل فقرات او صفحات في الالستريتور وفي الانديزاين، فما بينفعش الا نكون عاملين الخيار هذا. وحله زي ما قلنا، احذف البرنامج ونزله من جديد، يدعم العربيه وبتكمل بينزل عندك البرنامج كامل. الان برضه بعضكم حيروح ينزله ومش حيلاقي الادوات هذه العشر اللي موجوده عندي، تمام؟ يعني حنزله زي ما حكيت بدعم العربي، لكن حلاقي انه مش كل الادوات موجوده. بروح جوا البرنامج على قائمه الادوات تحت، في عندي ثلاث نقاط، هذول شايفينهم؟ ثلاث نقاط اللي هنا، نضغط عليهم بنيجي فوق على الاعدادات هذه الصغيره، وبدي اختار بيكون عندكم بيزك، تمام؟ بدي اختار ادفانس، بضغط ادفانس بلاقيه بيطلع لي كل الادوات اللي عندي. هاي البيزك مثلا، شوفوا البيزك ايش صار، اختصر لي كثير في الادوات، تمام؟ باجي هنا على النقاط الثلاثة اللي تحت، كيف؟ عندك زي مودين، زي لما تكون انت شاري صندوق عدة صغير ولا صندوق عدة فيه كل الأحجام يعني، عادي. استخدام بسيط واستخدام متقدم. لا 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 لا، بدعم العربية لازم تعمل بدعم العربية، تمام؟ بس بعد ما عملته برضه ما بينوش، بعمل الخيار، تمام؟ باجي هنا على النقاط الثلاثة اللي تحت، بطلع فوق على الإعدادات، على الإعدادات وبختار أدفانس. أدفانس أحيانا برضه بنفس القائمة بتلاقي انه في اداة انا عارف انها في المكان هذا، مثلا اداة الدائرة انا عارف انها مع المربع، لكن جيت دورت عليها ما لقيتهاش، بتكون مسحوبة على مكان ثاني بالغلط، انا سحبها على مكان ثاني. فبرضه نفس المكان بضغط على النقاط الثلاثة هذه حقهم، اضغط على النقاط الثلاثة اللي هنا وفوق حاجة اضغط ريست، ريست بيرجع بيوزع لي الادوات كلها بشكل صح، تمام؟ هذا بالنسبه للتول بار اللي عندي. شوفوا معي في الالستريتور يعني شويه ممكن امشي انه ما يكونش عندك ادوات العربي في الالستريتور، بس الديزاين لا، مش هنقدر نشتغل ابدا الا يكون بيدعم العربي. فاللي مش منزله ينزله بالطريقه هذه. طيب خلص، كيف الادوات اللي عندك؟ في عندك اداه اللي هو الرايت تو ليفت تايب تول. رايت تو ليفت تايب تول هذه لما بدك تكتب نص عربي، والتايب تول لما بدك تكتب نص انجليزي، تمام؟ الان هذه بتقدر تكتب فيها انجليزي عادي، وهذه تقدر تكتب فيها عربي عادي، بس هذه مش هتعطيك خيارات العربي والمحاذاه وانه انا يعني يكون عند النص بالعكس. كمان لو عملت كنترول تي، كنترول تي هنا ادوات الكاركتر، هذه كاركتر تحت في عندكم ديجيتس اللي هو الارقام، تكون اياها عربي ولا انجليزي، هذا الخيار ممكن ما تلاقوهوش عندكم. في عندكم خيارات كمان علامات التشكيل،
علامات الستات العربي برضو. في عند فوق في الباراجراف حتلاقوا انه اتجاه الكتابة وتباعد الاحمر. هذول كلهم بتلاقوهم مش اذا ما بتعملش العربي. طيب ناخد اداة الكتابة. احنا بنكتب انجليزي بتاخد تايب تول اكتب دي وجي. نعطيهم مثلا 150. قلنا اول خطوة بدنا نروح نغير نوع الخط، نختار نوع خط مناسب. فأنا ببحث عندي مثلا افترض بدي استخدم هذا النوع وهذا مناسب عادي، يعني بدي استخدم هذا النوع. انا عندي اسمه كوفام، كوفام بس هذا منزل مش مع الويندوز، يعني استخدم اي خط او اي نوع شبيه فيه عادي. طيب هذا النوع او هذا الخط اول شغله عاده انا بعملها انه انا بنسخ بعد ما اكتب النص بنسخه وبحطه على جنب لانه ممكن اجرب اكثر من حاله، فبديش اضل كل شويه اعيد اختيار الخط. طيب هذول مع بعض هو عباره عن حروف، كيف بدي احول هذه الحروف او النصوص لشكل؟ بالاول لو احنا عملنا كنترول مع واي في عندي هذه الشغله اسمها الاوتلاين. الاوتلاين مو بجيب لي الخطوط اللي مرسوم منها الشكل، تمام؟ وهذه كل شويه لازم انا اشيك عليها كل شوي، يعني لازم هذه للفينش دائما بنفعش في البريفيو مود العادي، لازم احول على الاوتلاين مود وحنشوف ليش. هاي الشكل شيفت واي عفوا كنترول واي حيرجع لي كمان مره اللي هو بريفيو مود. هذول بالنسبه لنا حروف بنحولهم لاشكال عشان نقدر ندمج الاشكال هذه مع بعض. فبنزل اليمين كرييت اوتلاين. طيب كريت اوتلاين هنا اعطاني انه النص هذا عباره عن شكل، يعني لو عملت كنترول واي شفتوا كيف صار خطوط بدل ما كان كتابه صار خطوط. يعني بقدر انا بالدايركت سيليكشن تول مثلا امسك جزء من هذا الحرف واسحب بطل نص، تمام؟ تحول لشكل. بس عمل تراجع خط هذا مش كثير. بدي اخذ حاجة زي كلها صار بس مع ايش؟ ماشي. طيب شباب الكنترول واي ما بتحولش، خليك معانا بتحولش الكنترول واي، تخليني بس اشوف طريقة عرض، يعني بتوديني ان انا اشوف او اعرض من غير الوان بس اعرض خطوط. يعني تعال هنا لو انت ملون هذا باي لون الكنترول واي بتبين ليش الوان بس بتبين لي خطوط، لان هذا هيك اسود يعني هو كتاب، تمام؟ يعني كيف تحوله لشكل؟ حامل بالزر اليمين كريت اوت لاينز، خلص صار الشكل هذا في كنترول واي صار شكل، صار شيل. تأكد يعني. تأكد منه انه هو صار شيء. طيب حولناه لشيء. بدنا نبدأ نتعامل معه. أول حاجة حلاحظ انه هم الحرفين مع بعض لأنهم كتبتهم في جملة واحدة أو في كتابة واحدة. حضغط بالزر اليمين وأعمل عن جروب. عن جروب بفكهم عن بعض. خلاص صرت قادر أنا أمسك هذا لحال وهذا لحال. طيب. بدنا ندمجهم، فبالتالي حاسحب الحرف طبعا وانا ضاغط حرف زر الشيفت عشان يسحب لي اياه نفس الاستقامه ما يطلعش فوق او ينزل تحت. بدنا ندمجهم مع بعض. اداه الدمج اللي هي اداه الشيب بيلدر، شيب بيلدر تول اختصارها شيفت ام. شيب بيلدر تول اختصارها شيفت ام. كيف بستخدم الاداه؟ اول حاجه لازم احدد الاشكال اللي بدي ادمجها وافرقها كلها مع كل على الاقل لازم يكون لي شكلين، شكل واحد مش حيفرق، لازم يكون في تقاطعات عشان يفرق شكلين ثلاثه اربعه قد ما بدي احدد، بس على الاقل يكون. الشغله الثانيه لازم يكون الشكلين متقاطعين، يعني ما ينفعش الشكل هنا وشكل هنا بدي افرقهم من بعض، لازم يكونوا على بعض تمام مقسومين عشان اقدر افرق. الان بدي اروح اشعمل احد بالطريقه هذه، هاخذ السلكشن تول فاهم احدد الشكلين مع بعض. طيب بعد ما حددت هاخذ اداه الشيب بلدر اللي هي شيفت ام
واجي هنا لاحظوا لما امشي بس مش ضاغط انا بس امشي بالماوس بصير يحدد لي مناطق مناطق التقاطعات هذه كلها بيحدد لي اياها. هنا عندي ثلاث استخدامات لهذه الاداه، عندي اللي هو الاستخدام الاول الدمج والاستخدام الثاني التفريغ والثالث التقطيع. تمام مثلا بدي ارفع هذا الشكل بدحف بديش اياه فاضغط الت وضغط عليه الت وضغطه بحذف. تمام هنا مثلا الت وضغطه بحذف هذا الاستخدام الاول اللي هو التفريغ. الاستخدام الثاني الدمج ان انا مثلا بدي ادمج هذا مع هذا مع هذا بسحب بضغط على الاول بضل ضاغط وبسحب بالشكل هذا هيك عليهم مع بعض هيك صاروا طلعوا كيف ها تعال معي لما ادمج كيف صار شكل واحد اللي بين معي هذا الكلام الكنترول واي لما رحت عملت كنترول واي اوت لاين مود بين انهم اندمجوا هذا مثلا بدي ادمج هذا مع هذا مع هذا صار بالنسبه لي شكل واحد. هذه اللي هي الطريقه الثانيه. الاستخدام الثالث التقطيع طلع ايش بعمل مثلا بضغط ضغطه بدون سحب بس ضغطه ضغطه على الاشكال هذه ايش عمل قطع لي اياهم هالوقت. يعني لو رحت الان بمسك حرف حرف تمام صار قطع واضح هذا بس عشان ضغط عليه بس ضغطت عليه هيك ضغطه ضغطه قطع لي الحروف هذه كلها. لو عندكم اي شكلين مع بعض متداخلين برضو بتقدروا تقطعوهم بنفس الطريقه. يعني هاي مثلا دائره ومربع مرسومين لو حددتهم الاثنين ورحت بالشيب بلدر ضغطت هنا ضغطه خلاص هيك صاروا مقطعين. طيب احنا بدناش نقطع احنا بدنا ندمج بدنا ندمج فهعمل كنترول واي باخذ الشيب بلدر وبدمج الجي هيك هذول الاثنين مع بعض والدي هذول الثلاثه مع بعض بس هي الشعار كله اللي موجود عندي حيظهر معي التلوين. يعني انا بدي الون عشان يبين الشعار هاي لون وهي لون هيك بالنسبة لي صار موضوع ان انا حولت النص لشيء سهل علي بعد هيك عملية دمج النصوص والتعامل معه. لاحظت في شكل واحد شعار واحد استخدمنا عدد كبير من الخيارات والادوات حكينا في الاوتلاين جريد اوتلاين حكينا في الادوات هو السهم الداي سلكشن تول الشيب بلدر مثلا التقطيع والتفريغ التلوين هذه كلها في شعار واحد. يمكن احنا حاولت نروح ناخذ مثال ثاني برضه من نفس النوع اساس نفهم منه اكثر. في عندنا المثال هذا اللي هو شعار تلفزيون دبي دبي طبعا هذا الشعار بيجي تحت شغله بنسميها فن التعريب. تعريب ايش التعريب؟ ان انا استخدم حروف انجليزي واطلع منها بكلمه عربي حرف انجليزي لكن اطلع منه بكلمه عربي زي هذه حستخدم فيها حرف اليو حرف اليو بالانجليزي هستخدم عشان اطلع بهذا الشعار. حرف الدي بدي اطلع نص جزء منه دائما احنا بنختصر يعني اذا في حاجه بتوصلنا للموضوع اكثر اسرع بنستخدم لا كل اليوم الدائره هذه دائره بنستخدمها مش مشكله هذه دائره وهذه مربع. طيب خلينا نروح ناخذ النص هذا ونكتب يو بدي نوع خط يكون عريض شوية صح؟ فخلينا نشوف الخطوط الموجودة عندنا هنا كاركتر هاي نوع الخط هذا حيلزمني برضه وانا بشتغل المسطره اللي هي اختصارها كنترول رولر كنترول ار بيعطيني مسطره. طبعا جاب لي مسطره فوق ايش حستفيد منها؟ بضغط ضغط عليها من فوق وبنزل خط بيعطيني هنا خط بس جايد يعني دليل. هذا الجايد بقدر برضه احدده واعمل له ديليت احذفه يعني مستخدمه وبحذفه. ممكن اجيب خط عمودي كمان من هنا برضه هذا بالنسبه لنا جايد وممكن بعد هيك احذفه. طيب وانا بشتغل لو خطوط المسطره مغلبيني شويه كل ما بدي احدد بتحدد وبمشوا معي
فممكن اضغط برا في اي مكان هيك بالزر اليمين واقول له لوك جايد. لوك جايد قفل لي اياها تمام. هيك بصير وانا بحدد ما بيتحددوا معي خلص صاروا ثابتين. بالزر اليمين ان لوك جايد بيروح بفك لي اياها او بفك لي اللوك تبعها. طيب هدول برضه حنستفيد منهم. خلينا نيجي لحرف اليو. حرف اليو بدي اخذ منه نسخه وبرضه نفس ما عملنا من شويه بالزر اليمين كرييت اوت لاينز. راح الف الحرف بالشكل هذا تمام. صار شيب خلاص. حلف الحرف. عندي كمان منه نسخه للنهايه شيفت وبرضه بدي الف الحرف شيفت ضروري عشان يلف معي بزوايا 90 45 135 بالشكل هذا. الان هذا الحرف بدي اروح على الدايركت سيلكشن تول احدد كل النقاط اللي قدام وبالسهم ارجعها لورا. بدي اصغر حرف الدي. اخذت احنا عملنا له اوتلاين حولناه لشيب. اخذنا اللي هو الدايركت سيلكشن تول السهم الابيض حددنا النقاط اللي قدام وبعدين بالسهم اللي على الكيبورد برجع تمام. او بسحب سحب عادي بس بسحب مع شيفت عشان ما يطلعش معي فوق وتحت. هيك بسحب مع شيفت وبرجع بالمقدار اللي انا بدي اياه. هاي صار حرف الدال جاهز. نفسه هذا هو حرف الباء مستخدم فبدي انسخه والفه بالطريقه هذه. بدي اياه يكون فوق على نفس المستوى فبلزمنا اما مسطره احط مسطره بالشكل هذا واجي احرك الحرف لما يمسك على المسطره بيمسك لحاله او ممكن اجي احدد كل هذول مع بعض بيطلع لي ادوات الالاين المحاذاه بقول له الاين فيرتيكال في التوب يعني احط لي اياهم على السطح. يمكن هذا محتاج اعمل كمان مسطره تحت وانزل الحرف شويه واخذ الخطوط اللي فوق هذول النقاط. النقاط هذه امدها لفوق مع شيفت طبعا لما تمسك مع الخط. هيك الحرفين هذول خلصوا بشكل عام. هذا برضه نفس الحاجه حاخذ النقاط وامدها لما وصلها هنا. هالوقت لو احنا ما عملناش خطوه المحاذاه من فوق وقربنا هالوقت هنا شوفوا ايش حنعمل ايش حنلاقي. انا ما عملتش المحاذاه على فكره انا عدلت على الشكل بعد ما عملت محاذاه. شوفوا ايش لقيت الزاويه هذه هنا. هذا هو صغير مش مبين. هو صغير هيك مش مبين بس بكره لما اطبع على بالبورد كبيره حيبين الشعر بالطريقه هذه. فعشان هيك بدنا نصل او نحكي شغله انه العين سبوق منه ما بينفعش اطلع والله مادين تمام او عين جايين. لا لازم تروح عدل تحدد وتستخدم اداه اللي هو مثلا الالاين لاين تول. الاين تول بحددهم مع بعض وبعملهم الاين على التوب. انا محدد بالسلكشن بالدايركت سلكشن هاي بالسلكشن وبعملهم كلهم على التوب مع بعض هيك. انا لو قربت مش حلاحظ اي مشكله. الشكل العام عندي صح. لسه ما بدي ادمج الحروف مع بعض بدي اشتغل شويه. بدنا حرف الياء له نقطتين وحرف الباء له نقطه. الياء بدي اجيب برضه مسطره احطها هنا فوق اجيب مربع وارسمه بين المسطرتين هذول طبعا مع شيفت وبننسخ. هاي اي بعطيه اللون وبعدين بنسخه. كمان شغله لازم يكون الفراغ هذا قد الفراغ هذا. كيف اعمل؟ المسطره بتحسب ليش تمام؟ بدي اصير اقيس بالملي بالنص ملي مش حيزبط معي كثير. ففي طريقه ثانيه ممكن انا اخذ اداه مربع اغير لونها هي لون واجي ارسم مربع هنا او مستطيل تمام؟ هي هيك انا حددت قديش البعد بسحبه وبحطه في الجهه هذه بقرب كثير وبعمل الالاين هذا لما يمسكوا مع بعض. الان شوفوا معي وانا بشتغل في خطوط بتظهر خطوط الالاين هذه لازم الموف هذه لو ما بتظهر عندكم اختصارها كنترول يو. كنترول يو اختصارها تظهر اللي هي من فيو سمارت جايدز. سمارت جايدز بتصير تظهر عندي. طيب هاي صار عندي انا المربعين جاهزين. اخر شغله
الدائرة. الدائرة راح أجيب أداة دائرة برضو أرسمها هنا. منفعش كمان مرة بالعين أحطها في النص. إيش لازم أعمل؟ أحدد الاثنين مع بعض. أحدد الاثنين مع بعض وأروح أعمل ألاين. طب إيش اللي صار؟ بديش أنا المساطر شوية بس. أحدد هذول مع بعض وأعمل ألاين على النص. بس في بعض الأحيان بيصير عندي مشكلة. شوفوا إيش المشكلة؟ إنه لو رحت مثلاً أنا عامل هذه الدائرة هنا وعملت من هنا ألاين حرك للتنتين. أنا بديش أعمل هيك. إيش بعمل؟ بحدد التنتين. بحددهم بعدين بضغط. بعد ما حددتهم وخلصت بضغط كمان ضغط على حرف الباء بقول له خليك في مكانك ما تتحركش. بعدين جيب الثاني على النص. تمام؟ يعني خطوتين بعملها عشان اثبت واحد منهم. هاخذ هذا واعطيه اللي هو ستروك. طبعا ممكن حدا يقول لي باللون الابيض. ماشي باللون الابيض بس اللون الابيض بنفعش. مش حيبين هنا بس لو الخلفيه اختلفت حيبين. طيب حاجه لهذا واعمل له اوبجكت اكسباند. اكسباند يعني حول لي الستروك برضه لشيب. ليش؟ لانه ما بنفعش انا ادمج ستروك او اقص ستروك من شيب او شيب من ستروك. ما بنفعش. لازم كله 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 يصير شيب. فبعمل له اكسباند. شوفوا معي كنترول واي هاي الدائره وين الستروك تبعها مش مبين. بس لو رحت عملت انا اوبجكت اكسباند حلاحظ انه صار في عندي ستروك. هاي الستروك الخط اللي برا والخط اللي جوا يعني صار شكل صار شيب. تمام. ححدد الان كل هذول مع بعض شيب بيلدر الت وهدول اقصهم وهذا مع هذا ادمجه. هيك بيكون عندي الشعار كله برضه جاهز. بضل عندي كنترول واي كمان. شوفوا هذه المشكله او هذه الشغله برضه ما ينفعش اسيبها. لازم برضه بالشيب بلدر صحيح ادمجهم مع بعض بدون الت دمج. هذا الشعار كله خلصته عشان مفصول عن بعض وبعمل له كنترول جي جروب. هيك صار جاهز بالنسبه لي. النقطة عادي مش مشكلة كتير. هاي لون النقطة. هيك لو انا حطيته في اي مكان عادي. تمام.